سعيا كي أراك، وأرجو الله يرزقني لقاك. فقل لي سيدي أن نراك برضوى غيرها في ذا وذاك. فقل لي سيدي أن نراك برضوى غيرها في ذا وذاك. أجوب الأرض سعيا كي أراك. إخواني، أتصور كثير من الحضور كان حاضر في ليالي المحاضرات السابقة، كان بحثنا في غيبة الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف من خلال القرآن الكريم، وهو بحث جديد، وهو بحث مهم، وهو بحث بكر، ونحن الآن بحاجة إليه على منابرنا كما بيّنت مراراً وتكراراً في المحاضرات السابقة، لكي نثقف شبابنا بثقافة القرآن الكريم. هذا هو المهم. تكلمنا في الحقيقة المهدوية وأهميتها في المحاضرات السابقة، ثم تكلمنا وجئنا بأدلة ذلك العامة والخاصة من القرآن الكريم لعل الإخوة يتذكرون، ومن ثم تكلمنا في ولادة الإمام وجئنا بمصادرنا معنا في ليالي ولادة الإمام عجل الله تعالى فرجه الشريف، ثم تكلمنا عن معنى غيبة الإمام سلام الله عليه، وإحنا الآن وصلنا في بحثنا المهدوي إلى غيبة الإمام المهدي في القرآن الكريم، بحث جديد جزاكم الله خير، التفتوا لي جيدا جيد. ماذا قلنا في المحاضرات السابقة بدقيقتين ثلاثة؟ قلنا أن هناك من سبق الإمام المهدي بموضوع الغيبة، ببحث الغيبة، من الأنبياء، والأنبياء الله تبارك وتعالى إنما ذكر قصصهم في القرآن لكي تكون عبرة لنا كما ذكر ذلك في كتابه الكريم، لقد كان في قصصهم شنو؟ عبرة. وهنا ألفت نظركم إلى نقطة مهمة ما أشرت لها في المحاضرات السابقة، بحثنا عنوانه مفهوم الغيبة في القرآن الكريم، بحث مهم. عادة يتكلمون بهذه المواضيع، أول ما يقول لك ليش غاب الإمام، هذه مسألة ثانوية، ليش غاب الإمام، ما معنى الغيبة أصلا، هذا أهم من ليش غاب الإمام. في البداية فلنفهم الغيبة، الغيبة لها مصدر قرآني أو ليس لها، هل هناك من سبق الإمام المهدي بها أو لا، هذا هو البحث المهم. بعدين نقول ليش غاب، هل نفهم الغيبة. القرآن الكريم لما يخلي قصص الأنبياء عبرة معنى ذلك أننا سنمر بنفس التجارب التي مر بها الأنبياء، ولهذا علينا أن نستفيد مما مروا به، صحيح ولا لا؟ ما أدري يعني قدرت أوصل معلومة لو ما قدرت، هاي شوية الأبحاث النظرية صعبة، كلش ركزوا وياي. الله لما خلى قصص الأنبياء عبرة لنا، فليش خلاها؟ إذا احنا منمر بنفس تجاربهم شنو معنى قصص الأنبياء عبرة لنا؟ ما نستفيد منها باعتبار احنا منمر بتجاربهم، لكن هذا يدل على أننا نمر في كثير من الأحيان بنفس التجارب، ولهذا علينا أن نستفيد من الأنبياء عليهم السلام باعتبارهم مروا بتلك التجارب بنجاح، علينا أن نستفيد منها. مفهوم الغيبة من هذه المفاهيم اللي مر بها الأنبياء سابقا وتعاملوا معها بطريقة ما، ولهذا علينا أن نستفيد من خبرتهم، من تجربتهم التي مروا بها من خلال على الأقل مفهوم الغيبة. بينا في المحاضرات السابقة أن مجموعة كبيرة من الأنبياء مروا بالغيبة، يعني غابوا لفترة ما كما غاب إمام زماننا ثم ظهروا لما تهيأت الظروف. الإخوة اللي كانوا متابعين في المحاضرات السابقة، أول نبي أشرنا له من هو؟ موسى عليه السلام. موسى، قلنا موسى مر بمرحلة غيبة الحمل، آثار الحمل ما كانت ظاهرة بالنسبة لأمه، وهكذا الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف باعتبار الظروف كانت متشابهة،
موسى فرعون يبحث عنه في بطون الحوامل، الله جعله في حالة غيبة. الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف بنو العباس كانوا يبحثون عنه ليقتلوه، فرعون يبحث عن موسى ليقتله، العباسيين أو العباسيون يبحثون عن الإمام المهدي ليقتلوه. الله تبارك وتعالى خلى حمل موسى يكون غائب، وخلى حمل الإمام المهدي يكون غائب. ثم تساءلنا قلنا لما موسى عليه السلام كان حمله غائبا كان موجودا أو ليس بموجود؟ ها؟ موجود لكنه شنو؟ غائب. هذا معنى الغيبة. إذن الغيبة في مقابل الحضور لو الظهور، الظهور باعتبار هو موجود حاضر لكنه غائب، هذا اللي بينا. هسه ما نريد نعيد كل قلنا، احنا بس إشارة للزوار اللي ما حاضرين تلك المحاضرات، لأن إذا ما أبين وأبدي مباشرة بالبحث وين وصلنا، وهذا جاي زاير ما سامع المحاضرات السابقة كل شيء ما راح يفهم. بينا أن الغيبة في مقابل الظهور وليست في مقابل الحضور. موسى كان موجود لكن حمله غائب، ومن ثم قلنا ولد موسى وكان غائبا بدليل أن فرعون كان يبحث عنه ليقتله وهو موجود في قصره. ها؟ فرعون إذن كان غائبا، هو موجود، فرعون كان يراه لكن ما يدري به موسى، وهكذا إمام زماننا. هو موجود، موجود لعلك تراه كل يوم لكن ما تدري هذا الإمام عجل الله تعالى فرجه الشريف. إذن الغيبة مو في مقابل الحضور بل في مقابل الظهور. غيبة مو معنى عدم، غيبة مو معنى ما موجود، لا موجود لكن من عرفه، هذا الفارق. موسى كان موجود لكن فرعون كان ما يعرفه، كان يبحث عن موسى في بطون النساء وموسى كان بقصره. هذا وهناك سنن كثيرة أنا لم أشير إليها، يعني أنا ما أشرت إلى كل شيء. مثلا سنة إلهية من هذه السنن، كلش ركزوا وياي. موسى ولد بعدما على فرعون في الأرض، صح ولا لا؟ إن فرعون على في الأرض كما يعبر القرآن الكريم. بعد وجعل أهلها شيعا، كان يقتل الرجال كان يستحيل نساء. القرآن ذكر هذه الحقائق أو لا؟ يعني موسى المنقذ المخلص، موسى ولد بعدما امتلأت الأرض بالظلم والجور والقتل وهتك الأعراض في مصر، ولد موسى. وهكذا إمام زماننا يظهر، إذا امتلأت الأرض شنو؟ ها؟ ظلما؟ لك شو الفرق؟ أخ والله أنا عجب، انت ليش احتراماتك بس على المهدي؟ شو الفرق؟ يعني الان اكو بعض الناس هكذا يقولون، اي مو هاي الارض امتلأت ظلما شاوينا امامكم. خوب زمن فرعون، القرآن يقول ان فرعون علا في الارض وجعل اهلها شيعة. فرعون كان يقتل الرجال يستحيي النساء يقتل الاطفال، الاجنة في بطون امهاتهم كان يقتلهم، نفس الشيء. وصل مرحلة ما الله تبارك وتعالى خلص بعد كن فيكون، ولد موسى عليه السلام وبقي غائبا، تهيئت الظروف ظهر، خلص الناس بشر فرعون. وهكذا إمام زماننا، تمتلئ الأرض ظلما وجورا، راح يجي يوم تتهيئ في الكرة الأرضية لظهوره يظهر عجل الله تعالى فرجه الشريف. هاي سنة الله، لن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا في القرآن الكريم. يعني حتى مسألة امتلاء الأرض ظلما وجورا هاي مسألة قليل من التفت إليها، قليل. هاي الإمام المهدي ما جاء بشيء جديد، أنه ما يظهر إلا تمتلئ الأرض ظلما وجورا، هكذا كان في زمن موسى. فرعون علا وقتل وهتك، ثم أن الله تبارك وتعالى خلق لهم المخلص المنجي موسى عليه السلام. مو هكذا الأمر مع إمام زماننا عليه السلام؟ وين إشكال في الموضوع؟ جيد. قلنا وبقي غائبا موسى وهو في قصر فرعون، التصرفات موسى كان تحكمها السرية والخفاء والغيبة والاستتار. دخل المدينة على حين غفلة، خرج منها خائفا يترقب، صح ولا لا؟ هذه كلها آيات قرآنية، يعني تحركات موسى كان تحكمها السرية الغيبة الاستتار، ما كان يحكمها العلن أبدا.
وهكذا إمام زماننا. ما شاء الله. هكذا. جيد. هسه ومن ثم غاب أيضا غيبة 10 سنين في مدين، غاب إلى ميقات ربه 40 ليلة، صحيح ولا لا؟ ثم انتقلنا من موسى عليه السلام إلى يوسف، وقلنا أنه 3/4 حياة يوسف كانت في حالة غيبة، ومن ثم ظهر يوسف عليه السلام في آخر المطاف. وأكو نقطة ما أشرت لها في بحث يوسف، أو نقطتين ما أشرت لهم، الآن أريد أشير لهم نقطتين. طبعا شلون كنا في حالة غيبة؟ قلنا أنه في حالة غيبة باعتبار غيبة مقام، إخوته رادوا قتله، غيابة الجب كما يعبر القرآن وشبه بسرداب الغيبة، في قصر شروه بثمن بخش دراهم معدودة باعتباره كان غائبا ومعروفا، وإلا لو أنهم عرفوا يوسف ابن نبي ابن نبي ابن نبي لهو اشتراهم كما بينا. جيد. باع قصر العزيز كان في حالة غيبة، الدور دخل السجن هاي هم غيبة سجن من بعد غيابة الجب وغيبة هوية وغيبة مقام. لكن قلنا الغيبة ما منعت يوسف عن أداء دوره باعتبار كان بالسجن واحتاج ملك مصر، لو ما احتاجه احتاجه، إذن الغيبة ما تكون معرقلة لأداء الدور. هاي بحوث قرآنية جديدة إخواني شبابنا التفتون جزاكم الله خير، هذه أبحاث قرآنية. إذن الغيبة ما تعرقل دور الغائب، لا يؤدي دوره بصورة كاملة وإن كان غائبا، والدليل يوسف الكان غائب كم غيبة ويؤدي دوره مع السجناء ومع ملك مصر وخطة اقتصادية وخطة سياسية وهلم جرة. وهكذا موسى بن جعفر اللي كان غائب في طامورة تحت الأرض، السجن ما منع الإمام سلام الله عليه من أداء دوره. هاي قضية مهمة. أيضا هاي أكو مسألة ما أشرت لها في قضية يوسف، كلش التفتون جزاكم الله خير، الغائب يتفاعل مع المجتمع بكل أنواع التفاعل. شلون؟ أبين لك هسا، ما أرد أبين القصة كلها، لكن لما موسى أو لما يوسف عليه السلام خلى الكيل في خراج أخيه بنيامين، صحيح؟ حتى يبقى يمه، سوى خطة. جيد. وقالهم أنتم سارقون، وبعدين أخرجه من رحل أخيه، ماذا قال إخوة يوسف؟ قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل. يقصدون منه يوسف، هو كان موجود لكن غائب، يتهمون أخوهم أمامهم ما يدرون بأخوهم. هذه غيبة المهدي التفتونها، هاي ملحمة من ملاحم القرآن الكريم، ما ملتفتيلها ناسنا، ما ملتفتيلها. ومع الأسف حتى بعض اللي يتكلمون على المنابر، أقول هذا الكلام وخلي يكلفني ثمن، حتى بعض اللي يتكلمون ما يبينون هذه الحقائق مع الأسف، ما أدري ليش. أكو مواضيع جديدة مهمة كنا نطرحها للناس، هذه حقائق قرآنية ركزوا عليها، مو بإمكان أحد أن ينكرها. هذه نكتة ما أشرت لها، رهيبة مهمة أساسية. إخوة يوسف اتهموا يوسف بوجهه أمامه وما كانوا يدرون هذا يوسف. يعني شنو؟ يعني يوسف كان غائب، لو كان ظاهر ما يتهمون أخوهم ظلما بالسرقة مع أنه لم يسرق، وهم يعلمون أنه لم يسرق، كان غائب ولهذا اتهموه، ما يدرون بيوسف. والطريف مو بس هاي، هذه فائدة ناخذها من الآية، اكو فائدة ثانية، ان الغائب يتفاعل مع المجتمع وان كان غائبا. بعد لا تقول شنو فائدة وجوده، شلون؟ ان يسرق فقد سرق اخ له من قبل، شو يقول القرآن؟ فأسرها يوسف في نفسه، يعني تفاعل مع هذه الكلمة فأسرها. بعدين قال لهم أنتم شر مكانا، ليش تتهمون أخوكم ظلما، لما تكذبون على أخيكم؟ فأسرها، يتفاعل. الغائب في القرآن الكريم يفرح ويحزن
يتألم، يتحرك، يفعل ما يريد، يرتب ما يريد، يكمل مهمته، وهذا كله ثابت في القرآن الكريم. وين الإشكال في الموضوع؟ وهكذا إمام زماننا مثل ما فأسرها يوسف في نفسه أسرها المهدي في نفسه. يوسف غائب، المهدي غائب، شو الفرق؟ شو الفرق؟ هاي ملحمة من ملاحم القرآن الكريم، قليل من التفت لها مع شديد الأسف. جيد، آخر قضية أقولها في يوسف وأنتقل إلى مصداق آخر، وإحنا في بحث مفهوم الغيبة في القرآن الكريم، أنه في سورة يوسف تجدون شيئا عظيما إخوان، كلش ركزوا وياي جزاكم الله خير، هاي معلومات جديدة قيمة. شوفوا إخواني، أحد علمائنا الكرام يقول اكتشف أمرين في القرآن، وصارحكم القوم خلال 1000 وكذا سنة ما مكتشفات. ويقول هذا الأستاذ الفاضل أنه اكتشف هذين الأمرين من خلال تتبع كلمات آل محمد. الأمر الأول فن الرثاء في القرآن الكريم، وأنا هذا أشرت له في مناسبات سابقة في أماكن متعددة، فن الرثاء في القرآن الكريم، خصوصا بوجه بعض من يعترض علينا في مسألة رثاء الحسين والاهتمام بهذه القضية. هذا العالم قال الرثاء درس قرآني، فلما الاعتراض عليه؟ وجاب شواهد الرثاء من القرآن الكريم، يعني مثلا وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت، هذا رثاء قرآني لمظلومة. الموؤودة مظلومة، القرآن يرثيها، فإحنا ما جئنا بشيء خارج عن القرآن. الرثاء، الرثاء موجود في القرآن الكريم. أعيد أعيد، هسه أنا مو بحثي الرثاء، بحثي في الغيبة، لكن كإشارة. وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت، ما ذنب آل البيت حتى منهم أخلوا ربوعة. شو الفرق؟ شو الفرق؟ وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت، سيد حيدر الحلي يقول ما ذنب آل البيت حتى منهم أخلوا ربوعة. شنو؟ نفس أخذها من القرآن الكريم. قتل أصحاب الأخدود، النار ذات الوقود، إذ هم عليها قعود. قتل أصحاب الأخدود، قتل الحسين بكربلاء عطشانا. شو الفرق؟ أخذناها من القرآن الكريم، ما وجه الاعتراض علينا إذن؟ لما تعترضون علينا؟ أصحاب الأخدود، إذا تقول لي الحسين صار لألف سنة مو كافي، هو أصحاب الأخدود أقدم من الحسين. اثنين، إذا تقول لي إيش دعوة هالقد تكرروها، هو الله خلى أصحاب الأخدود المظلومين آية تتكرر، تتلى تتكرر اليوم القيامة. ثلاثة، أصحاب الأخدود مصيبتهم دون مصيبة الحسين. منين ما تجيني أجيك، منين ما تجيني أجيك، تقول لي صارت قديمة أصحاب الأخدود أقدم، الله ليش ذكرها؟ هاي واحد. تقول لي إيش دعوة هالقد تكرروها، الله خلاهم آية تتلى تتكرر يعني. ثلاثة، مصيبة الحسين أعظم منهم، يعني الحسين أولى بالذكر منهم. شو تقول لي الإخوة منتبهي لي ولا؟ هسه البحث كله استدلالي من أول الآخر، أدري أدري أدري، لكن أتصور تعرفون أهميته. إذن الرثاء درس قرآني، وهذا الأستاذ له على ذلك شواهد كثيرة. يعني هذا بحث طارح سنة من السنين، 13 محاضرة، فن الرثاء في القرآن الكريم، بحث من 13 محاضرة، بحث قيم. جيد، هذا الفاضل، هذا الرجل العالم، يقول أيضا اكتشفت قضية ثانية في القرآن. البارحة في الاحتفال أشرت لها لكن باختصار، وهي فن الندبة في القرآن الكريم، ندبة الغائب.
يقول أكو فن في القرآن غير مكتشف إلى الآن مع الأسف، وهو فن ندبة الغائب. عندك غائب تندبه. احنا أكو عندنا دعاء شنو اسمه؟ دعاء الندبة، ندبة إمامنا الغائب. أول من ندب الغائب وذكره القرآن الكريم يعقوب. ندب أي غائب؟ يوسف، وهو حي وإمام زماننا حي. اثنين، يوسف كان غائبا عن أبيه، إمام زماننا غائب عنا، ندبه علينا أن نندبه. ولهذا آل البيت الإمام المهدي خلانا دعاء ندبة. إخواني هذه أسرار مكتشفة من القرآن الكريم، هذه دراسات حديثة جديدة ما مسموعة. شبابنا الآن محتاجين هذه الأمور المهمة، ما محتاجين منامات على المنبر وأقسام، لسنا بحاجة إلى المنامات. مذهبنا ما قائم على المنامات، مذهبنا قائم على أساس القرآن الكريم، على أساس النبي صلى الله عليه وآله، على أساس الأئمة الطاهرين، لسنا بحاجة إلى شيء آخر. كل ما عندنا من كلام الله تبارك وتعالى. مذهب آل البيت متين دقيق. هذا سر من أسرار كلام الله، وسر من أسرار آل البيت عليهم السلام. يعقوب عنده حي بعيد عنا، احنا عندنا حي. اثنين، ابن يعقوب غائب عن يعقوب، غائب في حالة غيبة، وهو قريب عليه. مصر عن فلسطين مو بعيدة، لكن غائب عليه. إمام زماننا قريب علينا لكنه غائبا عنا تماما تماما. يعقوب ندبه، إمام زماننا نندبه من خلال دعاء اسمه دعاء الندبة. شلون ندبه؟ دعوني أتلو عليكم بعض الآيات، بعض آيات الندبة. بهذه الطريقة بحيث يكون علمي. شوف ندبة يعقوب لغائبه الحي، هذا فن الندبة في القرآن الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم، يقول للأهل بيت يعقوب: إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. وهكذا في مجال إمام زماننا عجل الله تعالى فرجه الشريف: إنه لا ييأس من إمام زماننا، لا ييأس من روح الله، لا ييأس من رحمة الله إلا الكافر. لا تقولون وين صار طال. أهل بيت يعقوب كانوا يقولون له: أنت تحشي صدق؟ صدق تحشي؟ رجال صار عمرك 70 سنة، افقدت ولد طفل قبل 40 سنة وتتصوره موجود؟ صدق تحشي يعقوب؟ راح وانتهى ومات. تنتظر من أنت صار لك 40 سنة تبكي من الصباح إلى الليل؟ يعقوب كفى، انساه. كان يقولهم يعقوب: إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. والله لو أننا اهتممنا وكان عندنا أهمية لكتاب الله العزيز لإحنا الآن فوق النجم، لكن مع الأسف، مع الأسف. بعد بسم الله الرحمن الرحيم، شوف يعقوب شو يقول: فصبر جميل، فصبر جميل، عسى الله أن يأتيني بهم جميعا. الله أكبر. وهكذا نقول نحن كما قال يعقوب في انتظار غائبه الحي، نقول ذلك في انتظار غائبنا الحي: فصبر جميل. الإمام المهدي وظهور الإمام المهدي يحتاج إلى صبر جميل كصبر يعقوب على غائبه الحي.